ورغم التحسن الذي ظهر على عمل المؤسسات، ما زالت الموازنة لم تعتمد من مجلس النواب إلى حد اليوم، مع أخذ المناصب السيادية كذلك. أقولها علانية، إنني لم آتي إلى هذا المنصب حباً في البقاء، بل إيماناً بأن النهج الذي أمثله هو الأسلم لقيادة ليبيا في هذه المرحلة الحساسة. ولن نقف شهود زور على عرقلة البعض لحق الليبيين في تحديد مصيرهم. نحن اليوم في موقع المسؤولية، وعليه لن أطرح عليكم لائحة من المطالب، بل سأطرح عليكم عناوين مبادرة استقرار ليبيا للوصول إلى الانتخابات المرتقبة، والتي نتطلع فيها من خلال المجموعة الدولية لدعم ليبيا والتعامل البناء في سبيل إنجاحها. العنوان الأول وهو الأمن. بالرغم من التقدم في توحيد المؤسسات الأمنية، إلا أن المزيد من العمل يجب القيام به في هذا المجال. وأيضاً في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، هناك مخاوف أمنية على العملية السياسية ترتكز على السيطرة المسلحة المباشرة للمرتزقة في بعض المناطق، وتواجد قوى عسكرية لها أبعاد سياسية في عدد من المناطق الليبية، ووجود لبعض العناصر الإرهابية في كل من الجنوب الليبي وبعض الأماكن الأخرى. بشرنا ولله الحمد في تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات، وننتظر صدور قانون الانتخابات المرتقب لتنفيذها، ومساعدتكم في البدء بالتعاون من أجل سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2570 و2571. وتظل هذه الخطة أيضاً في حاجة إلى ميزانية وآليات ومعدات، كما ينطبق هذا على كل الخطوات الضرورية لتجاوز هذه المحنة. العنوان الثاني وهو العملية القانونية. هذه العملية خارجة عن صلاحيات الحكومة، ولكنها القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الانتخابات. للأسف لم نرى إلى الآن الجدية اللازمة من الأجسام التشريعية للمضي قدواً في هذا المسار. عليه ندعو كافة المعنيين بالقيام بواجباتهم للوصول إلى القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المرتقب. العنوان الثالث وهو المصالحة الوطنية. لقد بدأنا العمل في هذا الملف فور استلام الحكومة لمهامها، وأهني هذا العمل الذي يقوم به المجلس الرئاسي في هذا المجال. ونعلم أن المصالحة الوطنية هي مسار وليست حدد، ولا يجب أن تستخدم كشرط من شروط تحقق الانتخابات، بل يجب أن تكون عنوان للمرحلة القادمة وبوابة الدخول إلى العمل السياسي في ليبيا. وأؤكد انطلاقاً من هذا المبدأ ضرورة الإسراع في عودة النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها إلى مناطقهم، وجبر الضرر، والسماح للجميع بالمشاركة الفعالة في العملية السياسية من دون أي إقصاء داخلي أو خارجي لهذه المشاركة. أما العنوان الرابع وهو الخدمات والاستقرار الاقتصادي. نعلم أن أولويات الحكومة تكمن في حلحلة القضايا الآنية والعاجلة والمتعلقة بحياة الليبيين وأمنهم واستقرارهم، ولكننا نعلم أيضاً أن كل ما تقوم به هذه الحكومة هو ما سيحدد ملامح المستقبل. عليه لابد من أن نعمل على الحاضر دون إهمال المستقبل، والتنصل من الحلول الصعبة برمي الكرة إلى الأمام. عليه وجدنا من الضروري البدء بمعالجة التوزيع العادل للإيرادات وزيادة مستوى الإنتاج وتوفير الخدمات في جميع ربوع ليبيا، وخلق التنمية المكانية
من خلال نظام المقاطعات الذي لا يزال طور التنفيذ، ويعد بمثابة التقسيم الإداري للتخفيف من وطأة المركزية على حياة الليبيين. الثلاث الأشهر الأولى من هذه الحكومة تمكنا ولله الحمد من توفير استقرار نسبي للخدمات واستئناف برامج الصيانة لبعض المنشآت، بالإضافة إلى تيسير وصول السيولة للمواطنين، وأيضاً مكافحة جائحة كورونا وتوفير اللقاح بقدر المستطاع. أما فيما يتعلق بملف المشاريع المتوقفة، الملف السهل الممتنع، قمنا بحصر وتحديد المشاريع التنموية التي تتمتع بنسب إنجاز عالية بشكل عادي يغطي كافة المناطق في ليبيا كالمستشفيات والمدارس ومركبات الجامعة والطرق، مع وضع السياسات اللازمة لسيطرة الدولة على الدين العام وزيادة احتياطيات المصرف المركزي من العملة الصعبة، وإرساء أسس الاستثمار في الثروة الليبية من خلال الدعم الفعال والسريع لوزارة النفط ومؤسساتها، وتأمين صيانة النهر الصناعي وحماية الأصول الليبية، والعمل على الاستفادة من الاستثمارات المنتجة. إخوتي، هذه المحاور الأربعة تعطي بإيجاز أطر العمل الذي لا يمكن تجاوزها، والتي يجب العمل عليها لاستقرار ليبيا والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. ولا شك أن كل هذه المسائل ضرورية ومحتاجة إمكانيات مالية متوفرة ومجمدة، وإلى ميزانية جاهزة غير معتمدة. أقولها بصراحة إلى كل الأطراف الليبية المعنية: أوقفوا العبث والتعطيل المستتر، أوقفوا سياسة استعمال الاستحقاقات كرهينة، وأسمحوا للناس بأن تعمل، فنحن ذاهبون وليبيا باقية. تحملوا مسؤولياتكم التاريخية ليرحمكم الشعب والتاريخ، وأقول للمجتمعين هنا: التزموا بتعهداتكم، كونوا في الموعد، ساعدونا على ردع المعرقلين بشكل واضح وتشاوري ومقنع. وأيضاً لأصدقائنا المجتمعين هنا أقول: نحتاج أن تكونوا مقتنعين أن ليبيا الموحدة المعافاة هي خير صديق لكم، وهي ستكون شريك أوروبا وقلب نابض في العالم العربي وصديق طبيعي لدول الحوض المتوسط والدول الإسلامية، ودولة مؤسسة وأصيلة في الاتحاد الأفريقي مع عمق استراتيجي تاريخي ومتواصل، وأخ تاريخي للأصدقاء التاريخيون عبر السنين والأصدقاء الأكثر حداثة. نريد دعمكم للوصول إلى الانتخابات المرتقبة وإلى تحسين المسارات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية إلى حينه. نقول لكم إننا لسنا فاقدي الرشد، وإن على المجتمع الدولي الاستماع بجد وندية إلى المطالب الليبية الدولية، واحترام سيادة ليبيا الداخلية والخارجية، ومشاركة ليبيا في الوصول إلى بر الأمان. طلت عليكم، ولكن أشكركم، أشكر السيدة المستشارة، أتطلع إلى العمل معكم لتجاوز هذه المرحلة والتوجه تدريجياً وبخطوات ثابتة نحو سلطة منتخبة مباشرة من الليبيين ومستفضل أفضل لهم. شكراً، بارك الله فيكم.